الست العزيزة. سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قبلت وضح منها سوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي. جابني الوحش والمحبة لا هو طمع ولا المادة. يمي 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 يا بالله بالله خوف البراد والله إلا عدى ولا قلبي بالجهو يبراد. سيبتي العزيزة يوم ما طلت هالطلة عملت لي عملة ورا عاملة ما عرفتش نامي يا حلال. يقول ثلاث عروسات واربع طورات في الجمعة، العرس على 392 والطور على 194 و500، نطلعوا بطاش نهبطوا بطاش يجوا 1,700,000. وزيد واحد يدبر حفيويل على افتتاح على اختتام يضرب السكر المعتمد والوالي. اللهم صل على النبي، دبر زوز ملايين في الجمعة. وش ذا وش ذا وش ذا، اللهم صل على النبي يا تبارك الله، وش الفلوس هذي الكل الفا؟ تعرف خميسة وخيتي رميت اللوراي وقدامي الزادي وزوادي فلساتي الكل وقلت نصدم على مشروع على بزو معناه فوض الفطور وصاحبه يمشي كل الماتريال نولينا نكري لهم الماتريال ونخدمها مع عندي ونخدم معهم. مش رايك؟ اسمع وقول لك الفهم خي، رد بالك نهار من نهارات اتخمم وجي في مخك باش تدخل في مشروع على بزو معناه. وعليه وشي وعليش؟ ما نسيت شكل عام وقت اللي باي مسكين لما حثيويلة ودخل في مشروع على بزو معناه يا اخي ترصت ليه دخل في حيط على بزو معناه يا اخي ترصت لينا نحنا معاه دخلنا في حيط وضعنا خلاص على بزو معناه. لا البزو معناه بتاعي نا مش كيما البزو معناه بتاع باي كيما بزو معناه بتاع العبيد وتشهيبة مثلنا هالزكرة بافش سيف نعمل كلاس معنا بتاعي في المشروع وثاني بالثاني عندي مشروع آخر مش نجدة نجيب له حشاويش ونكبر فارماسي بتاعي شماتة في الوقت شحاتة. قولي لي تاتا اش قولك لو كان نعيطو لهذيك نايلة وخوها ونعرضوهم للدار ونحكيو معاهم بالمعقول كان فهموا نورمال كان ما فهموش بالكفار غير بالمهرز ندقدقو فوق راسهم. اوه يا غلبة وصلنا للضرب جملة واحدة. تاتا انتي ما تخافش اقعد وتفرج وما تديري والو خلي حجلة تتصرف. لني بنيتي تقولي نعيطوا للطفلة نحكيوا معاها بالمعقول يا بيها ونعمة كما يقولوها أما نوصل للضرب والمضروب يا لطيف اللطف. وهذوك تاتا يفهموا بالمعقول ها؟ هي كي سكنت له في مخه كسوسة ودورت له راسه على أمور العائلة نورمال. برا برا حس البيبي دق أنا ركيبي ما فيهاش مطموع بنيتي. حقا تاتا وش هذه العملية اللي قتلي عليها حياة؟ ما تخافش ما فماش منها أنا طلعت بها الحكاية باش نخوف المنجي فماش ما يبطل على نيلة يا أخي تقول عليه قالوا له أمك دقتها إبرة في صبحها. أما أنت تاتا بر بر حلبي بر أسمع كان حد ينشد على عزوز ما وش هون مو في بالك أتهنى تاتا سمون بكمون. بونجور بابوشا. بونجور خيتي. صافا الخدمة ماشية مريقلة؟ الحمد لله كتوفي كليونات بالصف الصف. ربي يعينك إن شاء الله. بونجور أحجاي. بابوش يا بابوش. يجي خويا شوف الناس.
الحادثة اللي عملها نسيبك يا خويا يرحم والديك. نازلك أنا نازلك. بص عليه اليوم. اسمع نقول لك الفهم، والفرقة الموسيقية ذي اللي باش دناها بالطبلة والذكر، من هو اللي تغني فيه؟ والله جاتني فكرة هكا جديدة، كنت نعمل طبلة والذكر شيحي. وش قولك أنا نغني معاك؟ مش تعرفي تغني أنت؟ لا محالة، أنا اختصاصي طربي، لم كنت على خاطرك أنت النجم نطيح للربوخ، وش قولك؟ الفهم؟ الفهم؟ وانت ايش عملت أنت باش تضلي لبيت تنشد عليك؟ وليش تنشد علي؟ يا ودي وين ندري انا هاو راجل برا يسال عليك. تقي كلامك لينات. يا ودي انا كل يوم تاعك الراجل هذا يعفس في طاجين يقعر ويتهدد ويعاود. تقي لا وجه عليك غلط في اسمك، ضربت اشي بسلعه السلوى. ديما تعملها نوع الفيها انا، جيت تسكبن كالثعلب. وش قال لك اسمه؟ ندري انا فايتونا، قال صابر ولا جابر ولا. جابر. وش انت تعرفه؟ لا كليان زين الفارماسي قال لي يحب دواء لمرته مريضه. نهار ما غلل الفيه دواء مرته مريضة؟ اللي عطيني الفيه مخي تمشيش عطيته دواية غلطين؟ لا قال عندها سخان عطيتها كراعة دجاج. يعطيك بخذة إن شاء الله الفهم، شكون قال لك تعطيه كراعة دجاج؟ أودي ذيك راهي مخطرة خلاص، تنجم تطيح الظنا وتقتل فرد ضرب. نهار ما غلل الفيه ما يطلعش راجل يشد عليك عشان تتلي مرته. هذيك ما زي قالت لي الكراعة دجاج باين السخان. وش هي أنا قلت لك؟ بها ياك لالا انا وصلنا لها بالذي لا لا وعارف النهار هذا باش نوصلوا ليه. اودينا والله خاطيني وحتى من رشدت ما صححتش فيها. وينك يا سي تاجر؟ يا سي جابر عايش خويا يهدي يخرب بيك، هدي روحك كل عقل منك عايش خويا. في سيب خليك هدي روحك، المراش علمات تقول لي هدي روحك واللي صفي محمد لنباصي عليك اليوم. برا توا سيدي سلكها معاه، هذاك كانك راجل. راجل انس وانا مش نطلع نسلكها معاه. يا فار اخرج برا كانك راجل يا فار. سي الحنزور انا سمعني سي جبل بلا برا احكي معاه شويه على الجيل ماتو في الساعه الحاضره اللي زوم تاع جوليم زادت فيه شلته صغيره. خذ لنا طبيب يا لاله مثلا. طبيب تقول فرملي ما قلتش لي ما زال شكون يقول لي على نعم تربي عزايزة لي يعطيك الضرة اسكت يا ماما. وقت شيء وهذا ما فقتش بيهم. شكون حياة خاتي بتمنجي وخوها؟ ليه ما تقوليش خاتي بتمنجي، يلزم نشوفها سينو والله اللي يجيني النوم الليل. اسمع تو ندخل معاك نسلم عليهم ونمشي. اوكي بربر بربر وينك عايد؟ تيهاني هاني ايا سلام مبروك. بارك فيك. واه نيلة شو تعمل هوني؟ خذ لنا طبيب يا لاله مثلا. طبيب تقول فرملي ما قلتش لي ما زال شكون يقول لي على نعم تربي عزايزة لي يعطيك الضرة اسكت يا ماما. وقت شيء وهذا ما فقتش بيهم. شكون حياة خاتي بتمنجي وخوها؟ ليه ما تقوليش خاتي بتمنجي، يلزم نشوفها سينو والله اللي يجيني النوم الليل. اسمع تو ندخل معاك نسلم عليهم ونمشي. اوكي بربر بربر وينك عايد؟ تيهاني هاني ايا سلام مبروك. بارك فيك. واه نيلة شو تعمل هوني؟ صار تعرفوا بعضكم؟ شو نعرفوا بعضنا عزايزة؟ قول عز المعرفة. استنى صار انت هي خطيبة خويا المنجية؟ سامحوني انا يلزمني نقوم قبل ما تسكر علي الدارات، عندي قضية اكيدة. لا والله ما صارها، اقدس اقدس هاكم طلعتوا معرفة. اي عزايزة مش معقول، اقعد ما يجيش منه. انا بيدي عندي حكاية نحب نحكيها للجماعة بحضورك قبل ما تسكر لي دارات. اوه درة شفما زيدة. السلام عليكم. سلام. اسمع نيلة ريتها حياتها حياتي ذيك اختي عشيرة عمري واللي مسها يمسني، فهمت؟ شو فما زادة؟ انا نحاولوا نفهم اخويا. اللي فما سي عزوز، اللي فما يا جماعة، اللي الانسة المهذبة نيلة خطيبة خويا المنجي، مدام مرا معرسة. اي ومش هذا بركة، للا نيلة عملتها خدمة هذيك هي صنعة تتخطب كان للي فسراه اخوه وتطول معاه المشاور وتغرف ما تغرف ومن بعد ترت أرضه كانت لها بلاعة.
ايوه ايوه وانا نقول كيفاش دور المرأة تقول لي معرسة والمسيو نتاعها على باله كامل واش راه يديروا ما يقول والو بيان سور في باله عزيزة مادام شريكها على خاطر هي تروح له بالغنيمة وتقسمها معاه شطر بشطر فهمت يا حبيبي عليك يا مكرم وليدي اختك تعمل فيها شيء الكل وانت ساكتة اخته ليه يا جماعة سامحوني نسيت ما قلت لكم شيء ما هو سي مكرم ما هوش خوها يطلعش هو المسيو بالضبط يا عزوز يعطيك الصحة هو المسيو اما تهنيو ما عنده حتى مشكلة اسبري نورمال ودايور زيدكم معلومة هو مدير اعمالها وشدلها الحسابات مش هكا كروما منجي وين ماشي شنو مش عمل في روحه يا منجي يا منجي منجي مش عمل في روحه يا ودي يا منجي هم يا منجي قلبي مش يسقط يا وليدي يا منجي هم امك في حالة يا قلبي يا منجي ما لا راحة تحت منها يكون بزعدها يا حيلة تحيلة يا حياة يا حياة قلبي مش يسقط حياة تتا اصغر وينه ما قتلناش سنا انزل يا حبيبي من الميكروباص انزل الحاسله سي عبد العزيز ما نقول لك وانت ما يخفيك لهنا طشطاشة لعبها عنتر وغادي عمامي الواد بوخه بطيخه من بعيد عرباقي ومن جوه نص اللبه يا اختي الحاسله دنا لنا الفضح في الطبكاكي كابي لا تدعمي الناس من قدام بالفيدير تسمع ما تسمع ما سي عزوز الصيفية ها بنت يقولوا توك باكي توك لا لا يا بابوشة نقولوا كوك باتي كوك باتي أو عديهم نجمع لا 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 سي عبد العزيز حد شي حط في بطنك بطيخة صيفي من اللي تروح دوش على الخواكك على البرود وتو كل شي يمشي تعرف يا سي عزوز هذيك تحكي على الفتح عشان دنيا بي أنا غادي هذا نقول لك يا سيدي انهار سيدي خشينا المجازي ياكل فيها دروش تطلع وحدها ساعة بجيب الساعة وهي تقمر وتحط قرعه وهي ما يمرنسة عند الاخر حطتها في الفرضاوي تكمل جيت عوجها وبرة تكبت وبرة جيت على وجهي على قليلة انا جربت مش كيما برشا عبيد تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي لا لا اودي حرت فيها قلت يا بنت عمي هاي نطلع في الدروش بتاع الحاكم نعرفوها قالت لي لا نركب وهي تمشي بيا عامله تاكسي لا 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 يا بابوشه ما هو اذا ما تجرب زاده تطيح وتتكب وتعاود تجرب مالها مش عادي حياتها كل في فرضاوي تو هكا بابوشه مش قبل ما تمشي قلت لي ما عندك كان رجاله لا لا خي لا لا خي رجوليه في بلادي ام كنت في بلاد الناس نحاذي بحاذا يدق علي حرس بن عمي خير ما يدق علي حرس من تركيا تعرف سي عبد العزيز نابش نحكي لك حكايه وقول لي ذات السما فضح ولا لا سيدي تعدينا على مطعم يسمى الاستوران عندهم غاديك اخذ زوز كاسكروتات شاورما ومدلهم من باسبورات احسن احسن والله على المراه هذه عسل والله وحليه 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 حتى كان زاد ايش هوني السيد مش مخالط جمله من اللي تخلى هنا لا جلند لسد عبد الله بدك تقولش عليه صرت تقطعت لهنا مش شكل عام الله لا تعود معشي انا نخدم في البحيره هو جاني غادي يا اخي قد هكذا قف حي الغزال عليه معصيه يا اخي انت شكون تخدم في البحيره تبيع في الكحول حش حش هذا اخي لما كنت القهوه ب 5000 هذه ما تسماش معصيه يا خويا يا خويا بالله شو الجو عندكم هذا تعرفوا يا جماعه من كثر ما عجبتوني عسل راكم مش نعود كل ليله نجي نسهر بعدك يا مرحبا بي اسمعني تونت لانصه في الزكره بالذي لا لا هو لما نجيب لك النغمه التركيه عدو اسمع يا اسمع لا لا يا عايشك لا دو لفا ماني سمعته السيد هذا يعزف الزكرة مسكينك الزكرة قدها معذبة بين يديه تقولش عليها دجاجة مخنوقة سي عبد العزيز نقدم لك يما لما حالة من عند ربي ضربها فرق التوقيت في الصليم
فيش؟ أفا سليم عسل. وإلا كان خلق نوع واحد. آه عمي شنو أحواله؟ كمت له يديته بالثلج وعملت له بونتاج هيج عليه الحنة يحكي هو خليفة الفكرون. زيت من الدنيا وقلت حياة يا سكر ايش الدنيا نوية وخلي جمعة أنا اللي نحكم عن الديمقراطية وقالوا صوت انسي حياتي مالي اترس هوني حركلة وتنسى حاجة اسمها قيل فهمت قالوا دونس كلاسيك وده تمشي تقايد في الناتشون بيا تخيب روحك اسمك سلسنة راك خليفة راك يا حيوان أمي شو باش تعمل؟ شو عندي نعمل؟ نمشي نغسل مايوسي خليفة بابوشة تي يضر لي لحلحة وكلا كما قال سي عزوز وكلا بح بح سي عزوز ما تعرفش مغامرات الحلزونية في قلب البحر ما تقوليش ما عرفش يعوم وش ما يعرفش يعوم أودي في العوبين الله وصلي على النبي عيني ما تضره لم كنتي اختصاص قصعة وحتى في القصعة يغرق ويشرب الماء في الشفوة شوف هذاك الحوت حاجة سي عزوز ما قلتش لي توك صبيبيت اللي جبتولك من عند صاحبك بتركي جا جدك هذاك يا يعطيك صحة فريمون 55 عليك ديامونت على حق دي جا قدي بالضبط هاي صح 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 يا والله بابوش مسكين توك ما تعرفش تطلع في الدروج بالفرضاوي وش مكلفك ماك راك قصيت على باب الفلة يا والله يا ما تقولش عليها مسلسل كاساندرا تبدا التصوير وبعد يخلط عليها الصوت في اخر حلقه ايفكتيف ما هاي سيدي تعرفوش كيفاش بعد هالقعده العسل هذيه انا ماهوش باش نجي نصر بحذاكم برك باش نجيب حواليا ونسكن بحذاكم وخلاص الاعتناء ما كبر ليا تيالا وش بكم تضحكوا صار هو مدليه الباسبورات في كسكروطات الشاورما يا والله العيد بس انا عندي حساسية ضد الملح لعلمك في النيل والله يا بنتي في النيل بصطاد السمك بصابع رجلي كده بس البحر الملح ما هتلاقيه امي زين عاد بربي تحمد ربي انت كي جت الحكايه حد عيطه وبنيا في الخزينه جتنا باللطف تطا حيت عندها الحق فهمش تطا علاش هاكي تمرضي في روحك وسع بالك نورمال كل شي تعدى ياه نورمال ولدي باش يضيع بين يديا وهي تقول لي نورمال اش تحبها تقول لك امي بربي الحمد لله فقنا بهم على بكري وجات حد المليون امي ملكين رصات لنا بالله الفلوس ينعلبوهم الله لا يردهم انا اللي همني ولدي شفت حالته تي بربي يوم الجديد علينا يا اخي طو نهار نهارين يعملك الفيلم متاعه وبعد يرجع لنا نورمال لا يمي هاني جيت يا منجي هاني جيت صبر لليه مسكينه تاتا كل ما تروح لها مصيبه تعاود ترجع لها مصيبه واحده اخرى كان فما حد مسكين في هالدار وانا طو تشوف كل شيء بعد راسي في راسي انا راس الهم ددا عايشه يا حياتي علاش مسكينة راكي مولفة بالمنجي المنجي ولي الديبريسيون تاعو هاو نهاراتو يتعدوا ويولي نورمال نورمال بيش بش يرجع برضاية الوالدين لي ربي يستر المرة هذي ماهيش تتعدى بالسهل حياة مش مقبلة كنت تحكي مع تاتا قلتي لها نهار ولا نهارين ويرجع نورمال ربي شتحبني نقول لها يا حجلة راو قبيلة غزر للفكرون قالوا بش نهز نقيدك في الناتاسيون يا خليفة اش مازال بعد هذا ترى حق هو كثر الهم يضحك يا قوي تربي سيسي تيهي تماني قلت لك انا وياك باش نمشيو العفيف والمحامي نقدموا قويه في الدنيا ما يجينيش نعديو فيها السهر وقهر
هو عاف سفينة تعرف واحد من بويا عزيز الغولي عدي ولا قضية من غدي الغدي لا تخرجها من المرنقية. منشي يا منشي لا 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 لو سالب بطيمة شيخ هاد عندك انت هاك صوب اللهم صل على النبي ممتازة لوز الدنيا هيليا ينعبوها الدنيا. توا برحمه بويا العزيز الغولي باش نتغش عليك ونعطيك وحده تروح ملاه ماش نحبك تسب الدنيا ماش تسب الدنيا ما يجيش منه تطيح قدرك تي ما تقدر حد رو اسمع سي عفيف توا فهمت لا يقوم باللازم ويعطيني الفاتوره نعدي هنا على الكنوب. يبي يبي ما تستاهلش الطفله مش نتاعك ريت كلامي طلع صحيحه اسمع كلام امك راك تربح يا حبيبي يا خير مني قاعد اسمع في كلامك تينا نسمع وننعم رو هو زيو زيو يقول لك ما رضا الله الا برضا الوالدين صحيت يا زيو زيو انت رافي وانا رافي رو جاي ديرو احيت على البار وراس ولدي وراس ولدي لما تاخذ للا تنسى كانك على الرزق نوعدك نكتب لك اللي تحب انت لنا اش نعمل بيه يا وليدي الكل ليلك ولاختك حياه يا سيدي ضيعوا المهم ما تضيعليش انت مانيش واعي انا مانيش واعي يا امي عندي شويه هكا القصع داير شويه ريح ريح تو يركح الريح يمي وراك هون السينيور سامحني يا منجي سامحني ولدي كان غلطت معاك هكا حد عارف يا الله غالب سامحتك سامحتك توني مش قلت لك قدام من مره الزنقه حاده ما تدخليش مرشدية دور الكهرباء على بلاصتها فهمت ولا اسمع نبقى عندك شويه بومطا حاب ندم بها خاطر بدني مرفره بينا بومطا اش تعمل بها يا منجي يدك مازالت توجع فيك يا حبيبي يا اخي مش قلتلك انا مع الزغره تيميا تيموني قلتلك عندي ميده مستديره انا وخليفه وزيوزيو باش نشوف حكايه الشعب اللي طقت يمي لفويت لفويت بعد العيد بعد العيد كنسهر بيجي البلومبيه يمي ونشوفوا نلعبوا الشعب في الشعب الاخرى حيت حيت انا قلت قداش مره ما نحبكش تخرج من هوني مرشا دير اخرج عليا تخرج تخرج راه مش معاك شيء هنا يا ناعس تحت الكرمه وصبر رشراش والنوت بخنس يا فك عليا وحده مهبول يا اخي دي البلاد كلها مهبله السلام عليكم السلام خالي اش بيها مرخوفه هكا شنو جو درامي كي العاده يا بنات اش بيكم اش فما اش صار ابو كيفاش واش صار طنطا انا متحايلن على المونجي سي نورمال نو مونجي مونجي يا اخي وحده تحايلوا عليه هو مونجي 200 الف واحد يتحايلوا عليه كل يوم لا في كونتينيو والله العظيم لو كان تسيبوني عليه ها لما نمشي توا نعطيه زوج كفوف على حناكو لما فيقوا من الديبرسيون تاعو وبعد ما يفيق انا بجودي تو نستصلت له في مراه اما المره هذه بالبيتروا نتاعها ليلي خالي بربي خطاه تي هو يعلم بيه ربي اش قاعد يحس وانت تحب تزيد عليها هذه هي اللي قال لك لقاته يبكي من هم النساء قالت له اسكت دوك ناخذك شنو سنية اش بيك فقعصتها يا بنتي انت انا اعرفوا المثل هذا بالمقلوب اخي مش خليته المراه هي اللي تبكي ليه خالي المراه ما تبكيش بدلوه عندها قديم اللي بدلوه انت في بالكش بركه نزولا عندها رغبه الجماهير لا 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 اسمع مش كل حاجه نزولا عندها رغبه الجماهير تنجح راه بار اكزامبل تيا ثوره الياسمين مثلا مش تعملت نزولا عندها رغبه الجماهير اي في بالنا بيه عرس يا اخي طلع طول تو نساعد ليل فهمتني عقلتني في مشروع حامل مسئلاتك استخدم على روك وجيب لي حق زوز مشاريع حاضر راك باش تبدا ترقص على الزكرة يا والله يا حوال رجل راكده وسيكو سيكوية تخدم هذي شعب حالة زوني آسف يا أكو بكر خايوين على خير هذا كورسك صار سعيد ولا زازار ازاي باش نبدل الزيت ولا نبدله هو بكلها هي شركة جديدة حلت في البحيرة تعطيها سيكو سيكو قديم تعطيك سيكو سيكو جديد مع بوليس مع زكال وجاية هاي بابوشة راقص نقل بفادل لكن يا رب
ربي حني يعني العيلة بنسبها ربي يا العيلة ها طفل ينام عليك ويرحم والديك بنتي واش بيك بالله يختاني ببيش اخي بصراحة تين لك يا ما عورت لها بش خير او انت تقول شعلها طور ميضة منهور فرد ضرب قاعدة طفل ما تنساش الفطور يتسل صاحبك الماتريال بقديش عالجال الصيف عندك بيجا الله مبارك عارفي اما قول لي ساعة تعلمتش حاجة الذكرى جبت نغمة سمحة عدو حلال يا محنة دواش خما انا متفهمين باش نخدم تلات اودي دو مش جي هاي برا هزوتي رد بالك عليه باقي مازلت تفلسف فيا عليه ماني ماك نهار قلت لك تهن اودي مش نعليك عسيك سيك رد بال عليه فهمتك ايه والله عارفي مخلي بنادمي مهف كثيناء وتوصي في سيكو سيكو خش يا روحي عيقين والله ما فهمت انا المرة الجاية جي التوريكس يصور مع الفيتوري وسيكو سيكو يقبض السوالج وكل واحد يدبر على روحه ويقدر ويعمل قبل في قلب يا صاحبي المنجوش بك لباس صابر ما زعود اللي كان صاحبي بيه وراح من بويا عايز الغول المرجين يسكي بكل حكم ما قال لي صاحبي ايه انا مغلق اكيلا فش لك الترش قد في مخ يا خرابيتك يا حمد يا تزدغلي حياة عمري وانا نقول لا داعي لركوب البرداعي وما قريتش حسابي للداعي لركوب الفصاعي واش بيك يا سعام تعيط وتولوا القلش عليك امرأة كارثة مصيبة نائبة نائبة وين في المجلس التسنيتي المجلس التسنيتي بتاعك مشيت في زيارة فشقية لداري نلقش معها فصو مهرم غالك فسألك بالكراه أنا كراه انتي تعرف انه آخر اهتماماتي الأموال التلفزيون رزاوني فيه الله الله عقلك في التلفزيون ربي معك سعام تسوى برشا هذه قطعة أثرية خذيتها عام 78 باش نتفرج في نصور قرطاج في الأرجنتين وابكي يا عيد ابكي لتلوم عليا بربي ما انا مغلل غنى نصور في كارتاج يا منجي ايش جبت السفطر معانا عايش ولدي ما عينيش ما عينيش في الماكل انا مسقب مسقب قول انت قول يا معلم حتى انت تبارك الله عليك تحرق ياسر في النار تسمع فيه تسمع في ولد اختي طيب معاه اتدار علي انا توا يا عزوز وليد اختك مريض تاخو عليه توا ربي امي كيفاش ما ياخوش عليه عليه هو مهبول نقترح عليكم حاجه تاتا اول حاله ما راهيش تشكر نهزوه لبسي يحكي معاه يوسع باله معاه بالك شي طفل يبرا الواحد القرب لبسي واحد يا اخي قضيه الشرق الاوسط هي تطفل مصدوم مصدوم الله غالب يحب له مده باش يقوم منها صدمه هذه تحبوا بالليل والنهار يقوم لاباس الله اكبر الله اكبر وهذا شنو يا عزوز اختي يظل لي العصر هذا نسيت العصير سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي حبلت وضح منها سوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة يا هلا والله العزيزة عزيزة جابني الوحش والمحبة لا هو طمع ولا المادة يمي 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 يا بالله بالله
عملك لي عملة ورا عملها ما عرفتش نامي يا حلال الله.